في عدة لقاءات والأسابع. اليوم وصلنا لاختتام المسابقة في الدورة ديالها الأولى اللي خسرنا مسابقة أفلام قصيرة أفلام سوعوية بالدرجة الأولى، واللي خسرنا الموضوع هذه السنة هو موضوع السيدة، على اعتبار أنه مازال هذا الموضوع طابو بين المجتمع رغم الانتشار ديالو بشكل كبير والمجهودات المبذولة، إلى أنه مازال ما قدرناش أننا نحصروه، وبالتالي كان ضروري أننا نطرقوا له مادام أننا كنخدموا مع فئة ديال المتعاطي المتعاطيات المخدرات اللي هما كذلك معرضين بكثرة من هذا الإصابة، وكان من ضروري مادام أننا كنخدموا مع شباب اللي هما في سن مدروس أننا نخدموا معاهم على هذا الجانب. علاش؟ لأنه أولا نقويوا جانب ديال الجرأة ديالهم، ثاني حاجة أنه يقدروا يعطوا ميساج لشباب بحالهم بطريقة سهلة، وثالثا أننا نستغلوا المجال الفني ونستغلوا التطور الرقمي والتكنولوجي باش نقدروا اننا نوصلوا الفكره بسهوله، اللي ممكن اننا تكون عندنا صعوبه نوصلوها داخل القاعات، ولكن بطريقه فنيه ممكنه، خصوصا اننا تعمدنا نعملوا مجموعه مراحل. المرحله الاولى هي تكوين شباب في مجال السيده، تقريبا 128 130 شاب اللي شافتهم تكوين في مجال ديال السيده، طريقه الموسيقى الوقايه، وكذلك قدرنا اننا نكونوا في مجال ديال السيناريو. اليوم احنا فخورين بهاد ثلاثه الجمعيات اللي شاركوا معنا واللي فازوا، واللي باسم اللجنه ديال التحكيم كانت اكدت على المستوى الفني المتميز. اذا شكرا، وما انساش انني نشكر رجال الاعلام ونساء الاعلام اللي حضروا معنا بكثافه من اجل الدعم ومن اجل تغطيه هذا النشاط، ونضربوا لكم موعد ان شاء الله في الدوره الثانيه. اول حاجه بعدا كنتوجه للشكر لكاع الممثلين الجمعيات اللي مشاركين في هذا الحفل هذا، والحمد لله الفيلم ديالنا اللي كنت انا المخرج ديالو بطبيعه الحال الشغل مع ثله من الشباب الاقل من 25 سنه من جمعيه دارنا، استطعنا اننا نحققوا هذا الانجاز وحصلنا على جائزه احسن مخرج وجائزه في الرتبه الثالثه ديال احسن فيلم. الحمد لله الفيلم ديالنا بعدا القصه ديالو كيهضر على انه واحد الشاب كان يعني كيمارس حياته عادي، ولكن فجأة يعني كتمارس عليه ضغوطات من المحيط اللي داير به من الاصدقاء ومن هذا، حتى انه كيلقى راسو في يعني طايح في دائره الادمان، وفي نفس الوقت ان ذاك الادمان هو اللي تسبب له انه يعني يتصاب بداء السيده، وبالتالي كنشوفوا بان كيفاش النظره ديال المجتمع كتغير والتعامل ديال المحيطين به، يعني كيفاش كيوليو يعني التعامل ديالهم كيفاش كيتغير معاه، وكنشوفوا بان حياته اصلا رجعت للمجهول، وبالتالي حنا حاولنا اننا نوصل واحد الرساله تحسيسيه بان داء السيده الحمد لله داء السيده ديال اليوم ماشي هو ديال البارح، الحمد لله كاين الدواء، كاين جمعيه تحسيسيه، كاين مواكبه، وان شاء الله الامور تمشي بخير. والهدف ديالنا الرئيسي من هذا الفيلم هذا هو انه نوعي الشباب انهم يحاولوا انهم يعملوا الوقايه، وفي نفس الوقت يعملوا التحليل المبكره.